سائلة من سويد تقول زوجي لم يصبر معي وضربني أحيانا فما نصيحتك لها ولي أو له ولي يضربها نعم هو يضربها أحيانا بيد نصيحتك أن تصبر عليه وأن تجتنب الأسباب التي أدت إلى الضرب وأن تحسن العشرة معه وخاصة إذا كان لها منه أطفال والله عز وجل أمر بحسن المعاشرة وعليه أيضا أن يتقي الله عز وجل وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة ولا خادم القبر نعم جزاك الله خيرا.